بهذه المناسبة يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف السيدة سونيا جناحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين. بعد التحية سيدة سونيا، طبعا تحدثنا في سياق النشرة عن الدعم الحكومي وأيضا التغير في التشريعات ومواكبة هذه التشريعات لما يحدث اليوم على الساحة فيما يخص طبعا القطاع الخاص وأيضا مجال العمال. طبعا نتكلم اليوم عن الدور الذي تقوم به الغرفة، غرفة التجارة والصناعة، لتقديم الدعم إلى سوق العمل ودعم أطراف العمل لتحقيق هذا المنشودة للاقتصاد الوطني. أولا مرحبا بكم جميعا، وبداية أود أن أهنئ العمال البحرينيين في مختلف مواقع الانتاج في المملكة بهذه المناسبة السعيدة والتي تأتي متزامنا مع مرحلة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا والعديد من الإنجازات والمكتسبات الداعمة لتهيئة ظروف العمل اللائق. طبعا في الحقيقة احنا كغرفة تجارة وصناعة البحرين نبذل جهودا حثيثة لدعم وحماية القطاع الخاص وضمان ديمومة العمل وحماية الاقتصاد من أي مضاعفات سلبية على صعيد أصحاب الأعمال وكذلك العمال، لأنهم يكملون بعضهم بعض على أساس يحققون النجاح، وبهدف طبعا بناء مستقبل عادل ومنصف للعمال. هم يعتبرون أساس أي عمل تجاري اليوم والارتقاء وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال المقبلة في العمل بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وهي طبعا من أبرز محاور رؤية البحرين الاقتصادية 2030. هنا طبعا لا ننسى في هذا المقام الاهتمام والدعم اللامحدود من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظ الله ورعاه لعمال البحرين، والذي يشكل الرافد الأساسي لوصول قطاعات الانتاج إلى مستويات متميزة. وأتمنى للجميع كل عام وأنتم بخير إن شاء الله وعيدكم مبارك. نعم السيدة سونيا جناحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا جزيلا لك.